ننتقل السيدات والسادة إلى هذا التقرير حول إشادة أبناء محافظة سوهاج بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. التفاصيل مع الزميلين محمد السيد ومحمد رفعت. أشاد المواطنون بمحافظة سوهاج بما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في النهوض بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقرى المحافظة الأكثر احتياجا وما شاهدته هذه القرى من مشروعات في شتى المجالات، الأمر الذي أحدث طفرة كبيرة بها بعد أن كانت مهمشة لسنوات طويلة. حابب ابدي اعجابي بمشاريع حياه كريمه والتطور الرهيب اللي بيحصل في القرى المصريه من تبطين ترع للمواسير الصرف الصحي اللي كانت سبب لامراض كتيره، وبشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدر يخرجنا من الازمات اللي احنا بنعيش فيها والمجال الزراعي كله. فاشكر سياده الرئيس على اهتمامه الشديد بالمجال الزراعي ومجال الانتاج الحيواني خصوصا، لان هو هيبقى الطريق الوحيد اللي خرجنا من الازمات اللي احنا بنعيش فيها حاليا. هنتكلم عن مشروعات حياه كريمه والخدمات اللي بتوفرها للقرى البدائيه، بتوفر للقرى مستشفيات ومدارس، بتوفر لها بريد، بتوفر لها خدمات كتيره، بقى يعتبر بتوفر لها نفس الخدمات اللي بتبقى موجوده في المدينه. مش هيحتاج ان شخص من قريه عنده خدمه او حاجه عايز ينزل مدينه، لا، هي بتوفر له كل حاجه. برده بتوفر اللي هو استصلاح الطرق والاراضي اللي هو بتخلي الطريق يبقى كويس، بتعمل برضو لها خدمات، بتقدم خدمات للناس اللي بتبقى يعني محتاجة الخدمة، يعني بتساعد حاجات كتيرة أو بتشارك في حاجات كتيرة جدا، بتجهيز عرايس، بتقدم خدمات، بتقدم أجهزة، بتقدم كمان وظائف، وبتقدم دعم للناس كل شهر لو حد فعلا يعني بيستحق الدعم ده. إعادة تشييد المنازل ومشروعات البنية التحتية ومياه الشرب والطرق ومشروعات قطاع التعليم والصحة والشباب وقطاع الري، كلها مشروعات تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. مشروعات حياة كريمة كمان غيرت في حياة الناس كتير خالص، لدرجة ان حتى الكرة بتتعامل كأنها مدينة، مفيش معاناة بيعانوها زي زمان، في مستشفيات، في طرق مرصوفة، في بريد، في حقيقي بيجوا حاسين ان هم عايشين وهم طبيعيين عادي، مش محتاجين يعانوا زي ما كانوا الأول. فحقيقي بنشكر خالص حياة كريمة ان هي وفرت وحسستنا ان احنا لا في تغير وفي حاجات كتيرة حصلت في البلد وتستاهل ان احنا نشكرها ونقدم لها شكر خالص. انا كشاب مصري اكيد مبسوط بالدعم اللي جاي من مبادره حياه كريمه لقرى ومدن مصر، تمام، ان هي حولت القرى لمدن يعني ليها صرف صحي وليها يعني ليها دعم مادي قوي من رئاسه الجمهوريه، ويعني دخلت الصرف الصحي وبنت مدارس وعلمت الناس وفتحت محو اميه، وناس كتير يعني استفادت من مبادرة حياة كريمة. وتأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتخفف العبء عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية، وتحقيق تنمية شاملة للتجمعات الريفية بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة. حياة كريمة حلم تحول إلى واقع وحقيقة.